السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الأحواز المنسية. الليلة نتحدث عن الطرق لمقاومة سياسة التجهيل الإيرانية التي حلت بأهلنا في الأحواز المحتلة منذ عام 1925 ميلادي، وذلك بحضور ضيف كريم فضيلة الشيخ خالد ابن حسين. حياكم الله الشيخ خالد. أهلا وسهلا، حياكم الله. نرحب فيك ونرحب باستجابتك لدعوة البرنامج. الله يرضى عليكم. شيخ خالد، الأحوازيون يعانون منذ أكثر من 89 عام من معاناة كثيرة، ولكن نود أن نتحدث عن قضية التجهيل الممنهجة من قبل النظام الإيراني. بداية، ما هو أثر الجهل الذي يحل بالمسلم بفعل سياسات وبفعل ضغوط من قبل نظام أو دولة أو هيئة أو مسؤول، حتى يعني نبدأ ننطلق في طرق المقاومة عن هذه الوسيلة؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقليم الأحواز يعني هذا من الأقاليم التي عانت معاناة شديدة، وكما تفضلت هي فعلا أقليم منسي. تعتيم إعلامي رهيب عن هذه يعني البقعة العربية الخالصة التي استعمرت من ذلك الوقت، فلابد أن نعلم طبيعة العدو الذي يعني يتعامل مع تلك البقعة المسلمة. هو عدو يعني أمعن في الكفر وأمعن في الحقد وأمعن في العداوة والبغضاء لهذا الدين، لأن هذا الدين هو الذي قوض تلك أسسه التي قام عليها. فالروح الموجودة روح انتقام، انتقام يعني ليس له مثيل في يعني في التاريخ كله. عندما تقرأ وتطالع تجد هؤلاء الناس يعني أمعنوا في الحقد والضغينة والبغضاء لهذا الدين بشيء لا يعلمه يعني إلا الله. هذه السياسة بداية هي انتقام، هذا انتقام، هذا انتقام بكل مقاييسه. ولذلك كل الفتوحات الإسلامية، البلاد التي دخلها الإسلام ذابت في الإسلام لما رأت فيه يعني العدالة والحرية والطمأنينة والراحة. ولذلك لما قال ربعي بن عامر يوم القادسية، هذا القادسية هذا بداية سقوطهم، لما قال لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عادات الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هؤلاء ما كانوا يتوقعوا أبدا بحال من الأحوال أن العرب ستقوم لهم قائمة، أنهم سيتحدوا بعد فرقة، لا يمكن بحال من الأحوال. فصبوا جم غضبهم على الإسلام وأهله، وكادوا له مكائد عظيمة جدا. فكل البلاد التي فتحت ذابت في الإسلام ودخلت، إلا فارس ظلت تحتفظ بالهوية المجوسية. أيوة. إلى تلك اللحظة. إذا فهمنا ذلك نعلم طبيعة يعني التعامل مع هؤلاء. فهؤلاء أبدا بحال من الأحوال لا يمكن إلا أن شاء الله نقول على حسب ما نرى ونشاهد. طيب، لو تحدثنا يا شيخ عن سياسة التجهيل يعني بالذات، لماذا؟ لماذا؟ يعني أول شيء انتقام لفقد الهوية الإسلامية والعربية من تلك المنطقة، للاستيلاء والاستحواذ على تلك الخيرات الموجودة في هذه البلاد. طبعا تعلم أن البترول اكتشف سنة عام 1908، 70% أو 90% على حسب التقديرات من صادرات إيران من البترول من هذا المكان. الغاز الطبيعي 90% من هذا المكان. صحيح. المحاصيل الزراعية ولا سيما القمح 50% من هذا المكان. فهي يعني هذه المنطقة غنية جدا، ومع ذلك أرادوا بهذا الأمر أن يعيشوا على يعني أكتاف هؤلاء. طب هناك مدارس، هناك جامعات في الأحواز، هناك يعني مدارس لهم، هناك مساجد لهم، كيف يكون إذن التجهيل؟ ممتاز. لا يوجد
أتحدى أي أحد مسؤول أن يأتي بأن هناك مسجد لأهل السنة في إيران كلها، ليس في الأحواز، في إيران كلها لا يوجد بحال من الأحوال. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه المدارس وتلك الجماعات بأي لسان تنطق وبأي لغة تتحدث؟ باللغة الفارسية. أها، يعني المدارس والجامعات باللغة باللغة الفارسية. الفارسية. ما هذا ويحرم، يعتبر من التعليم؟ ليس من التعليم، تعلمهم هم، ويعتنون بالتاريخ الفارسي دون أيوة. غيره. وإذا قرأوا في التاريخ الإسلامي يشوه بكل مقاييسه، يحرم أو يحرم أي تعامل، أي معاملة لأي إنسان تقدم بغير اللغة الفارسية لا تقبل، أي خطاب في الدوائر الحكومية لا تقبل. الزي يا أخي، الزي، الملابس نفسها، حرموا الملابس العربية ولا بد أن يلبسوا الملابس الفارسية. فهو تعتيم وتجهيل وإذابة للشخصية الإسلامية العربية بكل مقاييسها في هذا الإقليم. جميل. طيب أنا سأعود إليك يا شيخ، نستقبل اتصالاتكم مشاهدي الكرام، ونتمنى أيضا الاتصالات تكون من الأحوازين ليسألوا عن الأشياء التي ممكن أن تنفعهم في طريقة التعليم أو التعلم البسيطة، يعني حتى لو كانت بسيطة، من ناحية اللغة العربية، من ناحية القرآن، من ناحية أشياء فرضت عليهم. يتواصلوا معنا في البرنامج ونحن بإذن الله سنجيب عليها. وأستأذنك أني سأقطع عليك حديثك، أي اتصال يأتي من الأحواز، لأن دائما الاتصالات دائما تكون مقطوعة. لك ذلك إن شاء الله. شيخنا، التجهيل أو الجهل أو مثل هذه الممارسات لها آثار مستقبلية على الفرد؟ بلا شك. يعني أبسط الأمور أو أيسر الأمور إن صح التعبير، يعني الإنسان لا يعرف حقوقه، يعيش في هذه الحياة بلا هدف، يعيش فقد الهوية، يعيش دائما تابع، ذائب الشخصية، دائما يعني منقاد، لا يقود، لا يتربى فيه روح الزعامة، روح القيادة، دائما فيه خنوع. أضف إلى ذلك الجهل، وأعظم الجهل أن تجهل دينك. الله أكبر. هذا أعظم الجهل. الله أكبر. كيف تعبد ربك سبحانه جل وعلا وأنت جاهل؟ وكفى بالجهل يعني مصيبة أن يتبرأ منه أهله، الجاهل لا يحب أن تقول له أنت جاهل. والله سبحانه جل وعلا لبيان فضل العلم، العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء أشهدهم الله على نفسه بالوحدانية، ولذلك ما أرسل نبي إلا وهو عالم. أول شيء يعني بعد أن دب المولى جل وعلا أو نفخ في آدم الروح، ماذا فعل؟ وعلم آدم الأسماء كلها، فعلم أنه لا إله إلا الله. فالإنسان بالجهل لا يستطيع. الجاهل هو يعيش في ظلمات دامسة. تخيل إنسان يعني فيه ظلام دامس، وأنت تسير في طرقات لا تدري ما هي، لابد أن تتخبط، لابد أن يعني لا تستقر حياتك ولا يستقيم أمرك في حالة من الأحوال. وأجهل الجهل أن تجهل دينك، كيف تعبد ربك، كيف توحده، كيف تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، كيف يعني تسير أمورك، ما تستطيع. فالجهل ظلمات بعضها فوق بعض. إذن هل الواقع المكي ينطبق على أهلنا في الأحواز؟ بلا شك، خاصة في هذه الظروف. الأمر الثاني قبل أن نأتي لهذه القضية، من أسباب وأهداف سياسة التجهيل الممارسة في الأحواز، يظل القوم بلا هوية حتى لا يرفعوا رأسا ولا يستطيعوا أن يطالبوا بأي حقوق، يظل هكذا. يعني يكفيه أن يأكل، يعني نوفر لك لقمة العيش إن توفرت، ويوفرون لهم من نفطهم. نعم، يعني تخيل أغنى، يعني حتى هذه التقريرات، أغنى بقعة على وجه البسيطة هذه البقعة، وأهلها أفقر الخلق، لهذا السلب والنهب. أما ما تفضلت بسؤاله، هل الواقع المكي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن تنطبق على إخواننا في الأحواز؟ نعم، خاصة في ظل يعني في ظل تلك الظروف الرهيبة والممارسات العنيفة، إرهاب عظيم، إرهاب فكري، إرهاب مادي ومعنوي، إرهاب بكل ما تحمل الكلمة من إرهاب، تقتيل، تشريد، سفك دماء، هتك أعراض، سلب خيرات، كل شيء موجود. ما تتخيله من الانتقام موجود. ف
فالآن يعني كيف ينجو الإنسان بنفسه في ظل هذه الظروف؟ نقول كما قال المولى سبحانه جل وعلا لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم، يعني موسى طبعا كان يعيش في جو مثل هذا الجو، فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يعني هذه الصورة أود أن تستحضرها ويستحضرها إخواننا المشاهدين الآن، ويطبقها على ماذا؟ على واقع إخواننا في الأحواز نفسها. الله المستعان. سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فماذا؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي الله موسى ونبي الله هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وفي ختام الآيات وبشر، وفي ختام الآية وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. فإذا أنت تستخفي بدينك، تستطيع أن تمارس دينك، عباداتك، عقائدك الصحيحة، وأنت في خفية وأنت في بيتك، وخذوا يعني واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. معنى ذلك أن ما أنت فيه من يعني اضطهاد، وما أنت فيه من تشريد، وما أنت فيه من ضغوط، لا تعفيك أبدا بحال من الأحوال أن تقيم العبودية لله سبحانه جل في علاه. فإذا أقمت العبودية له سبحانه جل وعلا وكنت عبدا له نصرك الله، فاعلم بأنك منصور لا محالة إذا حققت العبودية له سبحانه جل في علاه. وإذا علم منك المولى جل وعلا ورأى منك الذل والانكسار والانطراح والجهاد في تحقيق نصرة هذا الدين ينصرك. طيب إذن لنأخذ اتصالات شيخ خالد. محمد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لكم ضيف الحلقة الشيخ بركي، حولنا عليه برقم ديك. تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الشيخ معي؟ نعم نعم. الشيخ خالد تفضل. شيخنا الله يسعدك، شلون صحتك؟ الله يرضى عليك بخير. اسمع من الهاتف يا محمد، الله يرضى عليك. رحم الله والديك شيخنا، شيخ معي بس سألت السؤال بروح عليك شيخ خالد. شو؟ أولا سألت من الهاتف، من الهاتف جاي سمعك. يا خالد اسمعنا من الهاتف، ما نسمعك جيدا. اسمعنا من الهاتف. بلكي اسال الشيخ السؤال بهالدي. تفضل تفضل. انا بس اسال، يعني ليش تفرق بين الشيعه والسنه؟ ليش يعني انتم يعني جايش تحسون انا سويت لهذا البرنامج؟ طيب ابشر. طيب شكرا لك. سلطان من السعوديه، السلام عليكم. سلطان لازال معنا؟ سلطان طيب انقطع الاتصال، سنجيب على الاخ محمد العراق. لكن بدايه هو يقول ما الفرق بين السنه والشيعه، يعني ولا لماذا تلك الهجمه اللي انتم تهجموها، ولا ذكر يعني الذي فهمت انه يقول الفرق بين السنه والشيعه. ممتاز. طيب الان نريد الطرق. شخصنا هذا الداء الذي حل بالاحواز، التجهيل، وذكرنا عن ما حصل لهم في المدارس وسلب الهويه العربيه واشياء كثيره. نريد الان العلاج، الطرق. العلاج الاحوازيون يا شيخ خالد لم يعد خانعين لهذا المحتل الفارسي، أصبحوا على درجة وعي كبيرة جدا، ولكن يريدون الطرق التي يمشون عليها من أجل أن يتداركوا ما فاتهم، ولو يكون ذلك عن طريق أجيالهم وأحفادهم بإذن الله. أول شيء يا أخي بارك الله فيك، اتباع المنهج القرآني في مثل هذه الظروف. ماذا قال المولى سبحانه جل وعلا حكاية عن نبي الله موسى لما أعلن فرعون هذا الفرمان الغاشم، سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون؟ ماذا قال؟ قال استعينوا بالله واصبروا. إذا لا تستعين بغير الله، لا تتوجه إلا إليه، لا تلجأ إلا إليه، لا تذهب إلا إليه سبحانه جل وعلا. تفضل. هذا العباس من الأحوال. عباس السلام عليكم. عباس قطع الاتصال يعني كما ذكرتك. تفضل يا شيخ. فنقول كما قال الله على لسان النبي الله موسى استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله. الأرض لمن؟ له سبحانه وتعالى، ليست لأمريكا، ليست لإيران، ليست لإسرائيل، ليست لأي جهة. الله أكبر.
الأرض لمن؟ لله. كلهما ملك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لابد أن يستقر هذا الأمر في نفوس كل مسلم مضطهد على وجه البسيط. الشيء الثاني، قالوا بعد أن قال لهم، يعني هناك بعض ممكن يعترض عليك يقول يعني إحنا إلى متى نصبر؟ يعني فضل كيل ماذا نفعل؟ هذا الاعتراض اعترض به بنو إسرائيل على نبي الله موسى، قال أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عسى ربكم، قال عسى ربكم أي يذهب عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. فالله سبحانه وتعالى إذا اعتمدت عليه واستنصرت به فإنه ناصرك لا محالة. ثم لما استجابوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة ماذا؟ المولى سبحانه جل وعلا يسخر الكون كله لنصرة الفئة المؤمنة الصابرة المحتسبة التي أوت إليه سبحانه جل في علاه. ومن أوى إلى الله فقد أوى إلى ركن شديد، يبدأ الكون كله يتأقلم ويتفاعل مع تلك الفئة المؤمنة. ملائكة تنزل، ريح تأتي، أمطار، فيضانات، سيول، كلها جنود، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فالمولى سبحانه وتعالى قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. ثم أتت الآيات، يعني هم تبجحوا، قال مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأنزل المولى جل وعلا آيات، فأرسلنا عليهم الطوفان، جند من جنود الله، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والدماء والضفادع والدماء، آيات مفصلات. فما كانت النتيجة منهم؟ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما كان كذلك وقع عليهم الرجز والعذاب واللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى. فذهبوا إلى من؟ إلى موسى. قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك بمعاهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلنا معك بني إسرائيل. فدعا ربه سبحانه وتعالى، والله أعلم بمكرهم، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ينكرون على من؟ يخادعون من؟ ملك الملك وجبار السماوات والأرض، لا يعجزه شيء في أبدا بحال من الأحوال. كل قوى البشر لا تساوي شيء في قوى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدهم بتلك القوة. فإن أراد أن يسلبها يسلبها، ينزعها ينزعها، يقويها يقويها، يثبتها يثبتها، سبحانه جل في علاه. فلما كان كذلك فانتقمنا منهم، كيف يا رب؟ فأغرقناهم في اليم، أغرقناهم في اليم. من الذي أغرق؟ الله هو الذي أغرق. من الذي نصر عباده؟ الله هو الذي نصر. من الذي تولى الدفاع والنصر لعباده المستضعفين؟ الله سبحانه جل في علاه. وانظر إلى كيف أغرقهم المولى سبحانه جل وعلا. أمر موسى صلى الله عليه وسلم بأن يخرج ببني إسرائيل بدون علم فرعون، خرج واستجاب الأمر ربه. وصل موسى صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم إلى البحر، فرعون تنبه فحشر في الجنود فأتبعهم فرعون. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، إن لم نمت غرقا بالبحر متنا قتلا من فرعون. موسى صلى الله عليه وسلم الواثق بربه سبحانه جل وعلا، المتوكل عليه سبحانه جل في علاه، الذي يعلم بأن الله لن يخذله أبدا بحال من الحال، قال كلا إن معي ربي سيهدين، استعينوا بالله واصبروا. لقد أوى إلى الله سبحانه وتعالى، لقد أوى إلى ركن شديد، أوى إلى القوة والجبروت والعزة سبحانه جل في علاه. فأمر الملك سبحانه جل وعلا موسى أن اضرب البحر بعصاك. البحر هذا أمواج عظيمة، البحر هذا ماء، وخاصية الماء ماذا؟ السيولة. من الذي أودع تلك الخاصية في الماء؟ الله. من الذي ينزعها؟ الله. إذن ونزع هذه الخاصية، فأصبح كل فرق كالطود العظيم. طيب الآن القاع، قاع البحر طين، كيف؟ تأتي الآية الأخرى في طه واضرب لهم طريقا في البحر يبسا. الله أكبر. فالذي جمد الماء يبس الطين. الله أكبر. وصار موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، الله أكبر، وأنجاهم المولى سبحانه وتعالى. هذه آية، آية عظيمة، دل على أن موسى مؤيد ورسول من عند الله سبحانه وتعالى. كان ينبغي على فرعون الطاغية أن ماذا؟ أن يؤمن. ولكن الآيات تأتي لأمرين، لتثبت المؤمنين على إيمانهم وتضل الكافرين وتزدهم كفرا. فلما رأى فرعون هذه الآية
قال انظروا لقد انفلق البحر العظمتي ألم أكن لكم أني إله؟ ما هو قال أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال ذلك. فهذه الآية أضلته، وهذه الآية زادت إيمان موسى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الموحدين، وعلموا بأن الله نصرهم لا محالة. فلما توسط البحر موسى رأى فرعون ماذا يسير في نفس الطريق، فأراد موسى أن يتحرك من تلقاء نفسه وأن يضرب البحر بعصاه مرة أخرى، ظنا منه أنه بضربه للبحر بعصاه يعود إلى سيرته الأولى، فإذا بالحق جل وعلا يقول أتركوا البحر رهوا إنهم قوم مغرقون. الله أكبر. هذه المسألة ليس مسألة عصا، مسألة أسباب فقط، والله سبحانه وتعالى يجري الأمور بدون أسباب. فأعاد المولى جل وعلا البحر إلى سيرته الأولى، فأهلك فرعون بالبحر وأنجى موسى بالبحر، ولا يقدر على ذلك أن ينجي ويهلك بشيء واحد إلا ملك الملك وجبار السماوات والأرض سبحانه عز وجل. نأخذ اتصال أبو علي من العراق. ألو، تفضل يا أبو علي. يا أخي صلي حوالي هواية أنتظركم، خليت الموبايل مفتوح وأنتم ما تجاوبون، ليش ليش هذا يعني؟ صلي صلي زمان أنتظركم. طيب. أنتظركم ما فتحتوا. آسفين يا أبو علي، تفضل بسؤالك. آسفين، ما بيصير يعني. هذا سؤال، هذه النقطة. النقطة الثانية، دائما يتصلون بك جماعة يقولون ما الفرق بين الشيعة وبين السنة. أريد أعرف، 420 عالم سنة قتل في العراق، قتل، المساجد ما لا تأخذوها، الجوامع أخذوها سووا حسينيات وبعضها سووا سكنيات عسكرية، سكنيات عسكرية يشربون بها خمر ويعملون بها ما شاء الله. وأخذوا 420 موثقة عالم سني من أبطال العلماء السنة موجودين، أسماءهم وتاريخ ولادتهم وشهاداتهم، وهذا في وقت السني، ويقولون ما أكفر. يقتلوننا على الهوية ويقولون ما أكفر. يذبحون على اسمنا كوننا سنة ويقولون ما أكفر. يعملون بنا ما يشاءون ويقولون ما أكفر. أخذوا ديارنا وبيوتنا ويقولون ما كفر. أخذوا محلاتنا ومحلات تجارية ويقولون ما كفر. فهؤلاء يا أخي لا عندهم لا ذمة ولا ضمير. ذبحونا بسكاكين الغادرة ويقولون ما كفر. فهؤلاء أعمالهم ما يرضى بها لا الله واحد. والله إني لو أقول لك 420 عالم سني، ولحد الآن لا عالم شيعي قتل، ولكن علماء السنة قتلوا 420 عالم موجود موثقة في وقت السني، أسماءهم وتاريخهم وهذا، ويقولون ما في فرق. فهؤلاء يخابرون ويتصلون بكم، قولوا من ذبح علماء السنة؟ من أخذ لحد الآن مساجد السنة عندكم؟ أخذتوها من عندنا وشربتونا، وأخذتوا محلاتنا وديارنا وبيوتنا، ويوميا تقتلون بالسنة وتقولون ما أكبر. ذا قسم ذبحتوهم بالسجون، قسم ذبحتوهم، قسم 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 شربتوهم، خليتهم للسنة. من هو أنتوا تتصلون بالله وتقولون هؤلاء السنة عندما نقتلهم ها نجي نتصل بالله، لا نجي هذا وهذا يا أخي، وهم يتصلون بهم أكفر. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد من السعودية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا أستاذ، أرحب فيك وأسلم على الشيخ. حياك الله، وسلم بك. الحقيقة أستاذي، أنا عملت بحث منذ تقريبا 5 سنوات، وأرجو أن يركزوا معي جميع الدول العربية سواء كانوا شيعة ولا سنة، وهذا واجب عليكم في قناة يسار أن توضحوه أو أن تجعلوا له حلقات، يعني حلقات منفصلة. سويت بحث أنا للدول العربية، ولاحظت أنه منذ زمن أنهم غير مستقرين حتى اجتماعيا، وعندهم مشاكل بغض النظر عن الحروب وبغض النظر عن سنة وشيعة. وبغض زرت كل الدول العربية، صدقني زرت كل الدول العربية، والله سكنت في بير العبد مع ناس في الضاحية الجنوبية، أقسم بالله هذا الكلام كان عام 94. يعني نظرت بحث وتوصلت إلى حقيقة، يعني وعلى لكي يتخلصوا من هذه المشاكل حتى ولو كانوا سنة، لينتبهوا لكلامي لدولهم.
لاحظت في السعودية استقرار نفسي واجتماعي، وأنا هنا لا أقول السعودية كحكومة، لا، قد تذهب الحكومة ويأتي غيرها، ولكن هذه الأرض وجدت فيها استقرار نفسي واجتماعي. أي نعم في مشاكل، لكن لا تقارن بمشاكل الدول العربية. وحيرني هذا الموضوع كثيرا. نحن لسنا بأعلم الناس، ونحن لسنا بأقوى الناس، ونحن لسنا، ولكني وضعت فعل يدي على الجرح. والله ينتبهوا، لا بد أن ينتبهوا جميعا. والله 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 التوحيد هو السبب. أقسم بالله إن هذه القبور، والله والله هذه القبور، ما أتكلم عن شيعة ولا عن حتى الصوفية، أي قبور، الزيارة القبور، الذبح لغير الله، قسما بيت الله هذا السبب. الأذان لا تسمعوا في الدول العربية. حد عليكم أن تحددوا، إذا أنتم قلتوا أننا نحن مسلمون عليكم أن تأخذوا بهذا النظام الذي بعثه الله إليكم، ولكن لا تقولوا نحن مسلمون ولا تطبقون الإسلام، كذا لن تستطيعوا، لا تطبقون النظام الغربي ولا تستطيعوا أن تنجحوا في حياتكم. طيب، أشكرك أستاذ خالد على هذه المداخلة، وأشكر أيضا الأستاذ أبو علي، ونكرر اعتذارنا من أبو علي طورنا عليه. شيخنا ذكرت يعني بعض الطرق، لكن لعل أخونا أبو علي أجاب على أخونا محمد. نعم، الفرق بين السنة والشيعة أجابة سنتطرق لذلك، ويريدون الإجابة منك. إيه؟ مع اتصال الشاب سلطان، بقي معي سلطان، بقي معي. ألو، السلام معك. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله سلطان، آسفين يا سلطان. أي معك يا شيخ، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سوني أخوي، أنا أرحب فيك وأرحب بضيفك الكريم، حياكم الله. معي يا شيخ، انا بس انا باحث من ماجستير، والله الحمد حصلت على درجه ماجستير في قضيه الاحواز، والله الحمد. ما شاء الله، مبروك ما شاء الله. وين في اي جامعه؟ جامعه مؤته بالمملكه الاردنيه الهاشميه. وين؟ معي بجامعه مؤته بالمملكه الاردنيه الهاشميه. ما شاء الله، البحث في موضوع الاحواز. اي نعم، البحث في موضوع الاحواز. طبعا انا عندي اهتمام شخصي بهذه القضيه يا شيخ. متى بدات في البحث؟ بدات في البحث عام 2012، والحمد لله انتهيت منه عام 2013 تقريبا. ما شاء الله، الف مبروك يا استاذ سلطان، واكيد لابد ان نتواصل معك في هذا الموضوع. اتمنى تضع رقمك في الكنترول حتى اتواصل معك. ما بس انا اقول لك، انا حبيت يعني اشارك بنقطه اساسيه تأييد كلام الشيخ. ايوه معي انت يا شيخ. اي نعم، طبعا الشيخ الى الاهميه الاقتصاديه لاقليم الاحواز. معي طبعا فاجانا البحث بشيء عجيب، ان الاحواز غنيه جدا 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 بموارد اقتصاديه. معي انت يا شيخ؟ نعم. معي؟ نعم معك، اسمعك الشيخ. فيا شيخ، كان بحثي يتكون من جزئين. الجزء الاول هو التعريف بالاحواز. احنا مشكلتنا من ناحيه المسلمين والعرب بالذات أن أغلب العرب والمسلمين لا يعرفون ماهية الأحواز ومن هم سكان الأحواز، لدرجة على الأقل من ناحية اللفظ، فكانوا يطلقون على قريب الأحواز بالهاء فيقولون أحواز. طيب، ولا يقولون الأحواز. أستاذ سلطان، هذا من التجهيل والتفريس. أستاذ سلطان، أتمنى تضع رقمك في الكنترول، لأن وقت الحلقة ضيق جدا، وسنتصل بك يوم الخميس لتحدثنا عن بطريقة موجزة عن إعدادك لهذا البحث وهذه الدراسة والخلاصة فيه. خلاص سلطان؟ طيب، شكرا أستاذ سلطان، لأن الوقت الشيخ ضيق جدا، وهناك يعني بعض الطرق التي نود أن نتحدث عنها ونوصلها إلى إخوتنا الأحوازيين لمقاومة سياسة التجهيل. نعم، فأول شيء كما ذكرنا يستقر هدف النفوس، الصبر والثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، كذلك التدبر في كتاب الرب سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التدبر في كتاب الرب سبحانه جل وعلا، خاصة فيما يتعلق بقصص أنبياء الله ورسله، وكيف كانوا مع أقوامهم، وكيف اضطهدوا، وكيف عذبوا. نعم. وأوذوا. جميل. ونصرهم الله في النهاية. كيف يضطرون على ذلك؟ أيوة، يضطرون على ذلك. المصادر شحيحة جدا، شحيحة. لكن الآن مع هذه يعني الكم الهائل من المعلومات في وسائل الإنترنت وما شبه ذلك، يستطيع أن يصل لهذا الأمر. يعني ليس هناك مستحيل، ليس أبدا بحال من الأحوال. لأن البعض يقول أنا ليس لدي نت، ليس لدينا قنوات، ليس لدينا طلبة علم، ليس لدينا مشايخ. نقول ماذا؟
والذين جاهدوا فينا الله أكبر لنهدينهم سبلنا. الله أكبر الله أكبر. يعني أصدق مع الله سبحانه وتعالى، كن صادقا مع ربك فيما تريد، ييسر الله لك سبحانه جل وعلا ما تريد وفوق ما تريد. إنوي الله ييسر لك الأمر. لابد وأنت يعني تقوم بأي عمل أيا كان تستحضر بأن المولى سبحانه جل وعلا إن لم يعينك ليس لك عون، ولو اجتمعت الدنيا كلها على توفير هذا الأمر لك، ما دام أن الله لا يريد ذلك لن يكون. ولكن إذا علمت بأن الله سبحانه جل وعلا أن ينصرك سينصرك، هيعينك سيعينك، لابد من الأخذ بالسبب. الأخذ بالسبب يعني الحق سبحانه ماذا يقول لمريم عليه السلام في حال المخاض والولادة، في حال الضعف، هي ضعيفة كامرأة وضعيفة أشد ضعفا في حالة الولادة، ومع ذلك يقول وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذن افعلي السبب فقط، السبب افعليه، لكن تأثير السبب سيكون من عندنا. فأنت يعني ابذل السبب، توكل على الله سبحانه وجل في علاه، اطرق الباب، ومن أكثر الطرق فتح له، من أكثر الطرق فتح له. فالذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى ينصر الذين نصروه، إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وجل في علاه. فلابد أن تعلم هذا علم اليقين. فإذا بدأت تقوم بذلك، يعني الآن لا يوجد مثلا في كل حارة في كل حي طالب علم، أكيد يوجد يعمل حلقات تحفيظ داخل البيوت، تعليم التوحيد داخل البيوت، الأشياء اليسيرة جدا هذه بإذن الله تكبر. الله لما يقول ولكن كونوا ربانيين، الرباني كما قال أهل العلم الذين يتعلمون صغائر العلم قبل كبارها. فتعلم يوم تعلم، لو تقرأ آية واحدة في اليوم وتتعلمها تجد نفسك بعد شهر عندك 30 آية بتفسيرها بما فيها، حديث واحد. ما عندك ما تستطيع أن تحصل على صحيح البخاري، تستطيع أن تحصل على صحيح البخاري وغيرها. أنا بعطيك نموذج يا شيخ خالد. تفضل. أحد الأحوازيين بدأ في طلب العلم، وكنت أتصور بأن صعب أن يتواصل مع العلماء والدعاء، لكن فجأة أرسل لي عبر الواتساب يلخص الأصول الثلاثة، يعني شرح الأصول الثلاثة. نعم. هذا يعني يعتبر شيء جيد ورائع وبداية قوية وإنجاز كبير، إنجاز كبير جدا. وهو قام بشرحها وبتلخيصها، ويستطيع أن يقوم يعني يعطيها لغيره وهكذا. طيب نأخذ من اتصال من الأحواز. حسين السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا حسين. أشكرك يا أبو أصيل وحيي شيخك الكريم. الله يبارك. بارك الله فيكم، والله الحمد لله، والله أنتم والله كيف نشكر منكم، شعب منسي بس الله يعرف قضيتنا، بس الله، نحن عباد الله، والله الحمد لله الذي يدعموننا، والله والله يعني كيف نشكر منكم. أشكرك يا أبو أصيل، شكر لله، شكر أشكرك لله. وعرفنا دين الحق، دين السنة والجماعة، والله عرفنا، وأشكركم نشكركم. ادعمونا أكثر يا أبو أصيل، لا تنسوننا الله أكبر. شكرا أستاذ حسين، شكرا. يعني ليس هناك مستحيل نهائيا، والأحوازي الذي يريد أن يتعلم سواء كان مورس على التجهيل يستطيع أن يجد الطرق حتى يتعلم مهما كانت الصعوبات. يا أخي أقول لك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أتى إلى هذا الكون والكون كله يئن بالكفر، صح ولا لا؟ نعم. استسلم صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في الكون مؤمن إلا هو صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأتى فريدا وحيدا صلى الله عليه وسلم، ومع الصبر ومع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومع الإخلاص، يعني تكونت أمة. فليس هناك يأس، ولكن اسلك الطريق، يعني أرى الله سبحانه وتعالى منك خيرا وإقداما وإقبالا عليه، فالله ييسر لك، تتيسر لك كل الأمور إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى. طيب اسمع لي يا شيخ، تفضل. الأحوازيين اليوم اتصالات. محمد من الأحواز. محمد السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شلونك شيخ؟ حياك الله يا محمد. أشكركم وأشكر قناة وصال وأشكر الشيخ، الله يرضى عليك، جزاك الله خير.
حقيقة عندك سؤال يا محمد عن موضوع طرق التعليم أو عندكم صعوبات وواجهتموها داخل أرض الأحواز؟ إحنا ناس صعوبات عندنا وايد، لأن إيش ما نريد نسوي ما نقدر. مثل ماذا؟ ألو. مثل ماذا يا محمد؟ معك معك. صعوباتنا مثل على الدين، على مذهبنا، مذهب السنة والجماعة. نعم. لا أريد نسأل إنه واحد ما يخلونا، ما نقدر. عندكم طلبة علم في الأحواز معروفين بالعلم الشرعي؟ عندنا بس ما نقدر نتواصل معهم. لماذا؟ لأن اللي هذا اللي نريد نتواصل معه مخلين عليه فرد جماعة من أجهم هما من الدولة، اللي يتواصل اللي يروح له يكرضونه. يعني يعتبر هو منفذ لأي واحد مثل يريد أن يتواصل معه يقبضون عليه. نعم، هم يخلوننا فرد نوع فرد وسيلة وذلك يكرضوننا به. هسلينا احنا ما نقدر، احنا من هيك نحتاط. هسلينا احنا حابين نصلي صلاة جماعة ما نقدر. الله مستعان. طيب محمد أنا بسألك، تعرف تكتب بالعربية؟ بالعربية لا. ككتابة؟ لا قليل. لماذا؟ لأن ما علمونا قراءة الكتب العربية. طيب حاولت؟ أنا أحب أن هسه أنا تقريبا دخلت السنة والجماعة صار لي سنة. ما شاء الله، نسأل الله يثبتك. وبس أحاول هسه يعني القرآن الكريم الدغراء كلش ضعيف، قراءتي ضعيفة العربية. طيب هناك محاولات أخرى يعني حاولت أن تتعلمها من قناة فضائية أو أحد من إخوتك في الأحواز هناك؟ الشيخ يقول ما في شيء مستحيل، تستطيع أن تتعلم بإذن الله. إن شاء الله بعون الله. وهسه عود قلت هسمنا وإن شاء الله، وسعدنا إحنا منطقتنا إخواننا قاعد يزيدون واحد عن واحد، يوم عن يوم أكثر قاعد يزيدون إخواننا السنة بإذن الله عز وجل. أن الله عز وجل يكون لكم عونا ونصيرا، ونحن إن شاء الله معكم بإذن الله. وأي شيء تريدونه يعني من البرامج العلمية والدعوية تواصلوا مع جوال يدعون إلى الخير الخاص ببرنامج الأحواز. لديك هذا الرقم؟ وأشركم أخي عبد الله في رسال. تفضل. على حرب وسامة. نعم. أكو حرب وسامة اللي قالوا يوم الرسول نعن اللي خالفوا. أسعدنا هنا قاعد يسولفون يقولون بين عودك عن أبو بكر رضي الله عنه وعثمان وعمر، ودك رسولنا عن هذولي اللي شيخ خالفه بحرب أسامة. أريد فرجور شيخنا يوضح لنا على هذه المسألة، وأشكركم جزيلا. شكرا شكرا لك يا أستاذ محمد. لعل أخ محمد يعني اختصر لنا عن بعث أسامة. أي نعم، أسامة بن زيد. أي نعم. تجيب على هذا السؤال يعني؟ طيب تفضل الشيخ. يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قد جهز جيشا هو بقيادة أسامة بن زيد. طبعا أسامة بن زيد كان عمره كم؟ 17 سنة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الجيش من؟ كبار الصحاب، أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحاب. فوجدوا أن يعني أسامة صغير حتى يتولى الإمارة على من؟ على مثل هؤلاء. فغضب النبي وقال إن تطعنوا في إمارته كما طعنتم في إمارة أبيه، وأبيه يعني أبوه من؟ زيد بن حارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله في هذا بقيادة هذا الجيش إلى تخوم الشام لكي يأخذ بطأر أبيه في مؤتة، شهداء مؤتة. فقال وإن كان لخالقكم به كما كان أبو خالقكم به. فمات صلى الله عليه وسلم ولم ينفذ البعث. فأول شيء فعله أبو بكر الصديق أن يعني ينفذ هذا البعث. الصحابة قالوا يعني ما ينبغي، يعني هناك كبار الصحابة وأسامة صغير. فغضب الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمضي أمرا وأنا آتي وأخالفه؟ لا يمكن بحال من الأحوال. فأمضى الأمر. طبعا كان في وقت عصيب، ارتدت العرب كثير منها عن بكرة أبيها. فقالوا طب الجيش الآن المدينة تكون عورة الآن، لابد يعني يجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن لم أجد نفسي ولو تخطفتني الطير أو أكلتني السباع أو لو أخذت السباع برجول أمهاتي من، والله لا أنفذ هذا البعث الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل وصار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع أسامة يودعه، وأسامة ركب الصديق ماشي أراد أن ينزل قال مكانك. قال ولكن أستأذنك في شيء واحد بس. قال ماذا تريد؟ قال أن تبكي لي عمر.
إذا أذنت. يعني انظر إلى الاحترام وإلى الأدب وإلى تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فما أدري وش الإشكال عند أخونا يقول بأن الرسول لعن أبو بكر وعمر وعثمان من أجل مخالفتهم لأسامة. وأين اللعن الذي تم؟ طيب نأخذ اتصال من الأحواز. عبد المالك لازال موجود معنا؟ عبد المالك أو عبد الملك أو عبد المالك تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عبد المالك من الأحواز، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أشكركم فضيلة الشيخ، أشكرك. الله يرضى عليك يا شيخ. هل تسمعني؟ نعم معك معك. أنا حقيقة كشعب الأحواز أتشكر من قناة الوصال الفضيلة، إنها صارت لنا منبرا حقيقة، لأن نسمع الشعب الخليجي والشعب السعودي المختار خاصة، أن شعب الأحواز ليلا ونهارا يلعنون على السعود. أكمل أكمل. هم الفجار. طيب لماذا؟ ألو معك. لماذا؟ هم ملك آل سعود فاجر مستكبر، أن الملوك إذا دخلوا غاية أفسدوها. لكن ماذا أدلة. ماذا عن ولاية الفقيه أو ولي الفقيه الذي لديكم أو الذي يحتلكم في إيران؟ الولي الفقيه ليس ملك، وهو زعيم وأنتم توالونه، وأنت تواليه، وأنت تواليه من الناس، أنت تواليه يا عبد المالك. أنا أقول نظري. نعم. وأخذ شريعته. طيب من الناس. طيب طيب يا عبد المالك، عبد المالك تسمعني؟ عبد المالك هل أنت تتصل من الأحواز أو تتصل من العراق؟ أنا أتصل من الأحواز، أنا من الأحواز. طيب كن شجاعا، إذا أنت مع ولي الفقيه و يعني تسب يعني حكام السعودية، كن شجاع وأوضح صوتك بدلا أن تخنق هذا الصوت ولا تريد أن تبين صوتك الحقيقي. يستحقون لعنهم. لا أنت بين صوتك، يعني خل صوتك واضح. أنت الآن تتحدث باستحياء وهذا لا يصح. نريد أن نتحدث مع رجل باسمه ويوضح صوته بشكل واضح. أنت تخاف من من؟ أنت داخل الأحواز ومعان من نظام إيران، يعني تخاف من من؟ لازال معنا؟ طيب انقطع الاتصال. شيخنا يعني فيه اتصالات أتت، يعني احتراما لهم، يعني يريد أن تجيب عليها باختصار. أبشر. محمد قال الفرق بين السنة والشيعة، وذكر بعد أبو علي بن عراق قال بأن هناك اضطهاد علماء السنة و420 عالم تم إبادتهم في العراق وحولوا المساجد إلى حسينيات. نعم. وغير ذلك. خلاص القول في الفرق بين السنة والشيعة، السنة لهم إله واحد ورب واحد ونبي واحد محمد صلى الله عليه وسلم، أما الشيعة فليس لهم، فهم حتى قالوا بذلك، قالوا إلهنا ليس كإله كلاهم ونبينا ليس نبيهم. فهم يعني جملة وتفصيلا، يعني حتى نقول هذا جملة وتفصيلا، الرافضة كفرة جملة وتفصيلا، الرافضة كفرة لا يدنون بدين الحق، يحرفون الكلام عن موضعه، بل القرآن الذي بأيدينا فإنه محرف عندهم. طبعا هناك من الشيعة من لم يصل إلى تحريف القرآن وإلى سنة. أنا أقول لك شيء. نعم. أنا أقول لك شيء حتى يعني نأتي بوصف عام، فكل من انطبق عليه هذا الوصف أخذ الحكم. الذي هو الآن القرآن الكريم الذي بين أيدينا كتاب الله أم ليس بكتاب الله؟ نعم كتاب الله. طيب من يجب عليه أن نؤمن به أو لا نؤمن به؟ نعم نؤمن. طيب من شك في آية من آياته بحرف من حروفه كفر. كذب بآية من آياته كفر. صحيح. نعم. سواء بقى شيعي رأي سنة ما تبقى أي مخلوق من الإنس والجن، بغض النظر عن السنة عن بغض النظر عن مكانه أصلا. أي إنسان في الكون، أي مخلوق في الكون جميل. له عقل ومكلف، كذب بآية من كتاب الله وسنة رسوله كفر، صح ولا لا؟ كلام متفق عليه؟ نعم متفق عليه. طيب الحق سبحانه جل وعلا أنزل 10 آيات في براءة أم المؤمنين في سورة النور. نعم. 10 آيات في براءة أم المؤمنين
من اتهامها بما رميت به. طيب، من يأتي الآن ويتهم أم المؤمنين بما برأها الله به، هذا ماذا معناه؟ هذا ماذا يعني؟ لم يصدق القرآن ولا إذن القرآن. إذن تكذيب لله سبحانه جل في علاه. فمن اعتقد أن أم المؤمنين متهمة بما برأها الله به فقد كفر. كلام واضح؟ جميل. وصف عام؟ إذا بقى لا ندخل بقى لنقول لك العمائم ولا غير عمائم، عوام الشيعة مش عوام الشيعة، كلام واضح جدا. فكل إنسان يعتقد أن أم المؤمنين غير مبرأة بما برأها الله به فقد كفر، لأنه كفر بكتاب الله سبحانه جل في علاه. هذه لو كنا هذه يكفي. هناك من تولى غير الله عز وجل، الأمور كثيرة جدا. نعم. أمور كثيرة جدا. الأمر الثاني، شوف يعني شوف الرافضة، قبور، ذبح لغير الله، نظر لغير الله، أمور عظيمة جدا، لكن احنا أتينا بوصف عام حتى يتعقله الناس. ولذلك الأمر الثاني، ماذا قال شيخ الإسلام عن الرافضة وعن اليهود وعن النصارى؟ اسمع إلى هذا الكلام وننتبه له جيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال بأن اليهود أفضل، اليهود والنصارى أفضل من الرافضة. كيف؟ قال سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. انظر في كل الديانات، لا تجد أصحاب ديانة وأصحاب نبي يطعنون في نبيهم إلا الرافضة. فقال من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من هم شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. اللهم صل وسلم عليه. فهم أشر من هؤلاء، هم أكفر الخلق قاطبة، لا يوجد أكفر منهم. جميل. طيب الآن يا شيخ عندنا طرق كثيرة، يعني لا زال لديك يعني طرق عديدة لمقاومة التجهيز كثير. طيب لعلنا إن شاء الله يعني ننسق في حلقة قادمة للحديث عن ذلك، لأن الوقت حقيقة والاتصالات أخذت علينا الوقت. لكن من خلال سماعك لاتصالات الأحوازيين، كيف تعلق على يعني هذا الإقبال الكبير، تعلق على حب التعلم؟ أيضا الأخ الذي اتصل قبل قليل، محمد من الحوزنة، يعني نبرته نبرة فيها تفاؤل وتشعر بأنه بحاجة إلى التعلم. أو إن ولد من جديد، نعم، يقول له أبصر النور، نعم. كان يعيش في ظلام، وهذا أمر طبيعي جدا، لأن الإسلام نور، الإسلام انشرح في الصدر. الهداية يعني أعظم شيء يمتلكه الإنسان، وأعظم منه ومنحة يمتن الله بها على عبده أن يشرح صدره للإسلام. فمن شرح الله صدره للإسلام فقد حاز خيري الدنيا والآخرة، ومن طمس الله البصيرة فقد خسر الدنيا والآخرة. الهداية لتوحيد الله مفتاح، مفتاح بلا شك. وأخونا هذا أخونا عبد المالك، لا ما هو عبد المالك، خالد من السعودية، الذي أو الذي قال أنا أساس التوحيد. خالد، نعم، خالد من السعودية، نعم. فعلا التوحيد أهم شيء، أن تكون موحدا لله سبحانه جل في علاه، لا تعبد إلا هو سبحانه جل في علاه، لا ينفرد بالعبادة إلا إليه، لا يتعلق قلبك إلا به. يعني أما كل البشر بما فيهم الأنبياء والمرسلين والملائكة كلهم عبيد لله سبحانه جل وعلا، لا يملكون من أمرهم شيئا فضلا عن يملكون من أمر غيرهم شيئا، لا يستطيعون دفع ضر ولا قلب نفع ولا نهائيا. الذي يملك هذا كله هو من؟ هو الله سبحانه جل وعلا. طيب. وانا يعني في ختام هذا الحلقه يعني اتتني فكره وانا جالس، انت ذكرت حضرتك ان ممكن تكون ببرامج تعليميه، لماذا لا تكون هناك جامعه تعليم عن بعد من خلال هذه القناه المباركه، دروس علميه توحد يعني تثبت يوضع لها منهج وتبث في اوقات معلومه للاخوان هناك. أتمنى ذلك، لكن عندهم إشكالية في موضوع الإنترنت، وبحمد الله لديهم الآن قناة الأحواز فيها بعض الدروس العلمية، وهذه تبقى يعني فكرة موجودة ومستعدين للقيام عليها إذا أتى من يدعم هذه الفكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل. اسمح لي الشيخ المخرج، جهز لي إعلان لجوال يدعون إلى الخير الخاص بأهلنا في الأحواز. هناك رسائل في الصباح وفي المساء، رسائل دعوية لأهلنا في الأحواز في الداخل، ونرحب بأي اشتراك من داخل الأحواز على هذا الجوال. حملة يدعون إلى الخير، رسائل ومقاطع هادفة مجانية عبر تطبيق الواتساب لأهلنا في الأحواز العربية المحتلة. للاشتراك أرسل كلمة اشتراك
إلى الرقم التالي 00966508882234. الخدمة لأهلنا في داخل الأحواز فقط. حلقة نريد كلمة محفزة عن العلم وفضل التعلم لأهلنا في الأحواز. نقول لإخواننا ولجميع من يسمعنا كما ذكرنا في بداية الحلقة، عليكم بالصبر والتوكل على الله وإخلاص القصد والإرادة له سبحانه جل وعلا والعزيمة الأكيدة والمدد من الله سبحانه جل في علاه، واعلموا علم اليقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين لا محالة. هذا الدين منصور بعز عزيز أو بذل ذليل. فإذا كان هذا الدين منصور، فأين موقفي أنا من هذا الدين؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ فهذا الدين منصور لا محالة، فكن جنديا من جنود هذا الدين لأنه منصور، واجعل الدين ينتصر بك بإذن الله عز وجل. أشكرك الشيخ خالد، وأشكر كل من تابع اتصل بهذا البرنامج في حلقة هذا المساء. ألقاكم إن شاء الله في مساء الخميس القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.